كييف. سعود إليك إلى العاصمة كييف، لك مرة أخرى علينا سيد ديمتري بريجع. مرحبا بك سيد بريجع. مرحبا. سألتك بخصوص أيضا تصريحات وأيضا ما كشفت عنه وزارة الدفاع البريطانية، إقالة جنرالات روس ومن بينهم أيضا قائد القوى الجنوبية ألكسندر دوفرنكيف، وهو أيضا كان مسؤول سابق عن معركة حلب. ما الأسباب لفقدان الثقة بين الرئيس بوتين وعدد من جنرالاته في هذه الحرب الروسية؟ أعتقد أنه يعني الآن ظل العملية العسكرية الروسية هناك تغيير، يجب أن يحدث هناك تغيير، طالما المعركة تتغير يعني جغرافية المعركة تتغير أيضا، وهذا الشيء أيضا يؤثر على الإقالة. نعرف أن حتى يعني الآن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أيضا أقال بعض الشخصيات حتى وزراء في السفراء في الخارج بسبب مواقفهم السياسية التي اتخذوها، وحتى مهاجمة بعض القادة الغربيين بعدم دعم أوكرانيا بالسلاح، وهذا أيضا يعني اتخذ بسببه يعني الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قرارات لإقالة عدد من السفراء. وأيضا نفس الشيء يحدث الآن في يعني في روسيا، فسنعرف أن المعركة تتحول من معركة، وهناك مراحل مختلفة للمعركة التي الآن والعملية العسكرية التي تحدث الآن في أوكرانيا، وهذا الشيء يجبر القادة القيادة العسكرية الروسية بأن تغير قيادتها في المعركة وفي العملية العسكرية الروسية، كون كما قلت جغرافية المعركة تتغير الآن. هناك مرحلة مختلفة للمعركة الآن، بعد سيطرة على مقاطعة دونباس، يعني نعم. الآن هناك معارك أخرى، في نعرف أن هناك أيضا هدف آخر وهي مدينة أوديسا التي تعتبر مدينة هامة ومدينة كبيرة. لكن هناك أيضا تطور لافت في هذه الحرب سيد بريجع، قصف روسي يطال مرة أخرى العاصمة كييف، فهم بأنه هي إشارة لبداية عودة روسية مرة أخرى العاصمة كييف. أيضا كما أشرنا وسط حديث الرئيس بوتين عن تسليم بيلاروسيا أيضا صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، ما قولك؟ نعم بكل تأكيد، يعني الآن استهداف العاصمة كييف وجاء ردا على التحركات الأوكرانية ودعم أوكرانيا بالسلاح من قبل الدول الغربية. نعرف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر مرارا وتكرارا الدول الغربية بعدم دعم أوكرانيا بالسلاح، وهذا الشيء الآن يعني بوتين قال بأنه سوف يستهدف مركز القرار في أوكرانيا وهي العاصمة كييف، وبذلك الآن استهداف العاصمة كييف جاء ردا على التحركات الدول الغربية وإرسال أسلحة لأوكرانيا من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على رأس القائمة لهذه الدول. واعتقد بان بما يخص يعني الان بيلاروسيا، نعرف بان الكسندر لوكاشينكو الرئيس الكسندر لوكاشينكو هو حليف قوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الان، كونه هو في حلف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يريد ان يعني بسبب دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحفاظ الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو على السلطة في بيلاروسيا، ونعرف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه في ذلك ضد الاحتجاجات. الآن الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو يرد بالزميل لبوتين، كونه هو يعتبر نفسه حليف لروسيا الآن ضد الدول الغربية، وهو مع أنه يرفض بأن تكون أوكرانيا جزء من العملية العسكرية الروسية، أن يكون بيلاروسيا جزء من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولكن هو يدعم روسيا الآن. ونعرف أن كان هناك تدريبات مشتركة للقوات الروسية والبيلاروسية قبل العملية العسكرية الروسية. لكن أنت اليوم كمراقب روسي سيد بريجع، تسليم بوتين، نعم، عزم الرئيس بوتين تسليم الجانب البيلاروسي أسلحة قادرة على حمل رؤوس نووية، ما هي الرسالة الروسية من ذلك؟ اولا اعتقد بانه رساله واضحه للدول الغربيه بان بيلاروسيا كما قلت بيلاروسيا حليف قوي لروسيا الان، وهي موجوده في يعني قرب الدول الاوروبيه، وهذا الشيء ايضا يعني خطوه واضحه، بنعرف ان بيلاروسيا هي جزء من العائله الاوروبيه، ولكن هي
حتى الآن حافظت على علاقتها مع روسيا. كون الرئيس ألكسندر لوكاشينكو جاء من نفس النظام السياسي الذي جاء منه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهذا الشيء أيضا يعني مفهوم من خطواته السياسية ومن خطابه السياسي الذي يوجه للدول الغربية. نعرف أنه أيضا استعمل ملف اللاجئين للضغط على الدول الأوروبية، سمح للاجئين بدخول بيلاروسيا، وبذلك كان يحاول يعني استهداف أو الضغط على الدول الأوروبية في الماضي. كوننا نعرف أن لكن هناك من اعتبرها بأنها خطوة نحو تطويق العاصمة، هناك من اعتبر هذه الخطوة أنها بمثابة خطوة لتطويق العاصمة من الشمال والعودة مرة أخرى للعاصمة كييف. سريعا ما قولك؟ أعتقد بأن في النهاية نعم بكل تأكيد، الآن إذا ما استمر الطرف الأوكراني أن يطلب الدعم من الدول الغربية ويتم إرسال هذه الأسلحة إلى الطرف الأوكراني، فبكل تأكيد الآن المعركة سوف تعود إلى العاصمة كييف، كون مركز القرار هو موجود في كييف، القوات يعني القيادة العسكرية الأوكرانية، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إذا ما لم يذهبوا إلى المفاوضات ولم يذهبوا إلى الحوار مع الطرف الروسي أو لم يقبلوا الشروط الروسية، فسوف يتكرر نفس السيناريو الذي حدث يعني في 24 فبراير في بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويتكرر نفس السيناريو الآن ولكن في مزيد من التصعيد، كون هناك الآن يعني صورة مختلفة وخريطة عسكرية مختلفة. الروس سيطر على الكثير من المدن والمناطق المهمة للطرف من أوكرانيا، وهذا الشيء يعتبر نصرا مهما للطرف الروسي، كون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أن يقدم للروس نوعا من النصر، وهذا الشيء هو يحاول الآن فعله. وأيضا نعرف بأن الطرف الأمريكي أيضا يحاول الآن أن ينجز شيء ما وتسترجع أوكرانيا حتى بعض المدن أو المناطق المهمة في أوكرانيا، كون هناك انتخابات في الكونغرس الأمريكي وحزب الديمقراطي يريد أن ينجح في الملف الأوكراني. شكرا جزيلا لكم المحلل السياسي الروسي سيد ديمتري بريجا، كنت معنا من العاصمة.